موجودين على الأرض 60 بدأنا من سنين واسمنا أسفلت كلام كتير من مين ومين قال لي مين بس أنت بتسمع مين قولوا معايا أسفلت أنا ستيكر ملزوق عليه مين المقصود أنا عين بتشوف أنا لسان بيقول أنا مايكروفون يعلى بيه صوتك أنا سمعت ابتدينا من 2005 واحنا بنغني راب وهيب هوب بالعربي زي ما ابراهيم قال بدأنا من 2005 ولحد دلوقتي الحمد لله لسه مكملين في المزيكا احنا يمكن بقالنا خلينا في سنة ونص تقريبا بدايتنا مختلفة شوية عن بداية كل الفرق يمكن احنا ابتدينا بفيديو كليب اسمه مصر بالليل المشروع كله بدأنا من 99 يعني بدافع او بزقة كبيرة جدا من أستاذي وأبونا الروحي أستاذ أحمد فؤاد نجم الله يرحمه الفرقة بدأت 2004 احنا داخلين في 10 سنين دلوقتي ما عملنا الفرقة كان كل التركيز ساعتها تقريبا كان نحن عايزين نخلي الناس تسمع مزيكا يعني حسينا ان الناس بتبتدي تفتقد ان هي الجانب الفني شويه في المزيكا وتعودت ان هي تسمع مغني دايما ويبقى الجزء بتاع التلقي بالنسبه لهم لازم يبقى كلام وغنى فكان التركيز ان احنا عايزين الناس تحس المزيكا من اجل المزيكا الموضوع يبقى مجرد تماما يعني وده كان اساس الفكره يا عيون مصر الحزينة قولي للناس الغبية مصر واحدة وإيد عافية من الصعيد لإسكندرية كلنا في نفس السفينة يا عيون مصر الحزينة دي هو الشيخ اللي باعه عملها بس عملها مع المرنم ما المرنم ابراهيم عياد المعلم ابراهيم عياد اللي هو مرنم التنيسة القبطية في مصر اللي هي الوحدة الوطنية وعملناها في باريس سنة 2000 وعملناها سنة 95 كمان اللي هو المزج ما بين الانشاد الديني والترانيم القبطية فانا عملتها هنا بس بطريقة مودرن شوية عملنا حفلات من اسوان اسكندرية في الشارع انا والاخ مار فايز المرنم قل اعوذ مد بوزه الجبال ابن الجبانة كالغدانة أهلا أنا شعب طيب كالعشانة قل أعوذ احنا كل حاجة بنعملها بنفسنا يعني الفيديوز اللي احنا عملناها كنغم مصري احنا اللي عملناها واصحابنا اتبرعوا بكاميرات واصحابنا جابوا إضاءة عشان نعمل الفيديوهين اللي احنا عملناهم اللي هو مش مهم وهرب الخسيس عملناهم بكوست قليله جدا جدا عملت فيور شيب كبيره جدا جدا لدرجه ان اون تي في عرضت هرب الخسيس ولكن كام قناه عرضت ده مفيش كام تلفزيون حاول يصور معانا او يعرفنا مفيش في حين انه بضاعه زي اوكا اورتيجا عشان بتبيع مثلا فهي دي اللي بتبيع وبتبقى موجوده في كل القنوات بما انها بتبيع بننحت في الصخر عشان نطلع وبندفع كتير قوي من جيوبنا علشان نعمل حاجه احنا عندنا اللي بيشتغل في الفن المستقل لا يسعوا الى الربح مش ما في معظمهم ما بيشتغلوش عشان يجيبوا فلوس احنا النهارده كنا عاملين بروفات مثلا وجالنا في الاخر 800 جنيه فاحنا الفلوس دي مصاريف يعني لو حسبت ان احنا نزلنا من بيوتنا كذا يوم عشان ناكل ونشرب ونروح ونيجي بعربياتنا ونعمل بروفات وندفع اجره استوديو ففي الاخر احنا صرفنا من جيوبنا فلوس ممكن تعمل فلوس من حفله تصرفها على المزيكا يعني دايره مقفوله بتلف حوالين نفسها على الصعيد المادي قد ما هو يعني لو ما الواحد ربنا يفتكره يقول لك ده كان في واحد اسمه فلان الفلاني او فلان في فرقه اسمها كذا وتقعد تسمع مزيكتك لحد ما تموت مثلا انا بالنسبه لي ده اهم من ان انت مزيكتك اتباعت بكام انا لغايه دلوقتي حتى لما لو رحت الصندوق التنميه الثقافيه قلت لهم انا عايز اعمل حفله هيعملوا لي فتحه ونصبه
مقصود انا ولا ديني ولا بلادي امي ولا اختي ولا ولادي بنادي بنادي باعلى صوت ليا بنادي بقولك انك مالكش اي حق في استعبادي مين المقصود انا ولا ديني ولا بلادي امي ولا اختي ولا ولادي بنادي بنادي صوت ليا بنادي بقولك انك مالكش اي حق في استعبادي مين اللي قال حرق كل المشاكل اللي بتواجه معظم الناس اللي بيعملوا مزيكا اندر جراوند وخصوصا الناس بتعمل راب الثقافه الموسيقيه ان هو بيروح يقدم على الكارنيه عشان يبقى معاه كارنيه الكارنيه عشان المصنفات لو جم يوقفوه وسط الحفله يقدر يكمل او يقدر يكمل الشغل اللي بيعمله يجي يقدم على الكارنيه يقدم له مونولوجست مش رابر او مطرب راب فهو الراب مش واخد نوع من انواع المزيكا داخل مصر ودي حاجه مرفوضه بالنسبه لي شخصيا او بالنسبه لابراهيم. نقابه المهنه الموسيقيه صدرت بقوه القانون. كل النقابات الفنيه صدرت بقانون النقابات الفنيه. القانون ده في ماده بتقول انه من يعمل او من يمتهن مهنه الموسيقى ويتقاضى عنها اجر بدون تصريح من النقابه فهو يتحكم عليه يا اما بغرامه يا اما بالسجن. فالمادة دي بند 5 من قانون النقابات دوت هما بيستغلوه بطريقة مش سليمة وبيوقفوا حفلات ناس على انها انتوا بتشتغلوا ما في تذكرة بتتقطع وانت بتاخد فلوس يبقى انت شغال يبقى انا عايز منك غرامة لان انت شغال اقول انت لازم سجل تجاري وبطاقة ضريبية وكارنيه النقابة اي نعم انا نقابي بس ما جددتش النقابة بسبب ان النقيب اللي موجود مش عاجبني اللي هو السيد مصطفى كامل. وزارة الثقافة أو أي مؤسسة تقدر تروح مثلا تقول لهم أنا فلان بعمل مزيكا كذا ما بتلاقيش فيه منهم مساعدة كبيرة يعني في الموضوع. فالفكرة كلها إن لازم يبقى في تعاون أكبر بين مؤسسات الدولة والناس دي يعني على الأقل يكون في بس فكرة الموضوع يبقى سلس شوية في إن هم يعملوا الحاجات ديت ويعرضوا فنهم على الناس لأن ده أكيد هيأثر. لما ده حاجه زي كده تخرج بره نطاق ان هي تبقى بتتسمع مثلا في اماكن معينه او بتسمع بره لا طب ما ليه ما تسمعش في الاوبرا زيها زي الموسيقى العربيه والكلاسيك وايا كان يعني نوع من المزيكا موجود حاليا وفي الاخر هو بتاعنا. صباحك مسكر يا عم الزمان يا عم مطنش وسيء الجنان صباحك مسكر يا عم الزمان. ده مركز زيزان الصاوي الوحيد في مصر اللي فتح دراعاته للشباب عشان خاطر يعملوا دعم في ساقية الصاوي وساعات في ناس بتقابلهم عواقب كتير قوي بالنسبه لساقية الصاوي لكن يعني احنا عرفنا نبقى موسيقيين عرفنا نخش معاهم ونعرف نعمل حفلات عندهم فاشمعنى ساقية الصاوي بس؟ مفيش مكان كافي للفرق دي كلها، انت بتتكلم على 7 مسارح واحنا عندنا لو عديتهم هتلاقيهم ممكن يكون يتعدوا 300 400 فرقه بيعملوا فن في مصر. المشكله برضو في الاندر جراوند ان مفيش ميديا كفرج خالص وحتى لو كان في بنضطر احنا نصرف من جيوبنا ما عندناش مثلا زي ما بيقولوا الدعم الفني او الانتاج اللي ممكن يبقى مركز معانا في ده. وحتى لقينا مشاكل كتير قوي في موضوع كليب يطلع مثلا او اغنيه تتسجل او الكلام ده كله ان لو في حد فينا مثلا عنده شغل تاني بره بيضطر يصرف منه على ده. وكانت دايما المشكله برضو في موضوع الاعلام ان هم مثلا بيتبص للناس دي بصه ان هم مش ستارز او ممكن ما يعملوش ما يكونوش اضافه. الاعلام لازم يغطي بكثافه مسألة الناس دول بيعملوا ايه وهما مين مش هنفضل طول الوقت انتوا فرقة مستقلة جديدة يعني الجديدة دي احنا بقالنا 14 سنة جديدة ايه يعني مفيش جديدة دي خالص جديدة دي كايروكي جديدة وسط البلد جديدة بلاك تيما جديدة كل دول مش جداد وهما بقوا المان ستريم دلوقتي مفيش خلاص البوب سينجينج بيرجع لورا وهما دول بيطلعوا قدام يعني بس فعايز اقول ان الفرقه دي بقى لها سنين طويله وشغاله ومحتاجه سوليوشنز يعني محتاجه تغطيه اعلاميه كافيه. اللي بيعمل حاجه وبيتعب فيها ومصدقها بس بيعملها صح جدا وبيفهم في المزيكا هو ده اللي بينجح. الاندر جراوند هو المستقبل اعتقد انه ده اللي هيحصل الفتره اللي جايه ان شاء الله. ان لم تجدد فلن تستمر. نفسنا انه النقابه تدعم الفن
والاماكن اللي بتشتغل تبقى يعني الثلاثه يبقوا في منظومه واحده يمشوا لقدام عشان يدعموا هذا الفن اللي المفروض انه نتخلى عن اسمه ان هو مستقل لانه اصبح حاليا هو المينستريم.